خير. يسعدنا ويشرفنا ان نرحب بكل الصحفيين والاعلاميين اللي منورينا النهارده. اسمحوا لي اني ارحب بالفنان تامر حسني نجم الجيل، وبالمنتج الاستاذ محسن جابر. الف 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 مبروك. في خطوة جادة مليئة بالثقة والهدوء والاستقرار، في خطوة ثابتة نفت كل ما أشيع وقيل الفترة اللي فاتت. تعاقد المطرب الشاب نجم الجيل الفنان تامر حسني مع مجموعة شركات مزيكا، وقد استقر الفنان تامر حسني على هذا التعاقد بناء على رغبته الشخصية، وأيضا على رغبة أكثر من 80% من معجبيه ومحبيه الذين أيدوه وسندوه في تعاقده مع شركة مزيكا عن أي شركة أخرى. وذلك لما هو معروف عن ميزات مجموعة شركات مزيكا بسخاء الإنتاج والخبرة والتاريخ الطويل في مجال الإنتاج. اتفق نجم الجيل الفنان تامر حسني مع المسؤولين في مجموعة شركات مزيكا على تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات والألبومات، وتصوير أيضا مجموعة من الكليبات والحفلات، كما يشمل التعاقد على مفاجأة تقديم برنامج خاص يقوم ببطولته تامر حسني ويذاع حصريا على قناة مزيكا وزوم. هذا إلى جانب العديد من المفاجآت. ألف مبروك لنجم الجيل تامر حسني والمنتج الفنان الأستاذ محسن جابر. وهنبتدي دلوقتي بكلمة الفنان نجم الجيل تامر حسني. مساء الخير. طبعا انا بتشرف ان انا قاعد قدامكم النهارده، ومبسوط ان العدد ده كله حاضر النهارده، عشان انا حاسس ان يعني في فرحه النهارده. يعني انا والاستاذ محسن حاسين زي ما يكون في فرح النهارده يعني، فانا فرحان ان انتوا حاسين كده كمان. وبتشرف طبعا ان انا يعني الاستاذ محسن جابر استاذ كبير وخبره كبيره وتاريخ مشرف لاي فنان يتمنى يبقى في الشركه، في شركه عالم الفن ومزيكا مع الاستاذ محسن جابر. فانا بشكره ان هو اختارني اكون في الشركه، وانا اللي عايز اوجه له تحيه كبيره جدا جدا طبعا بشكر الاستاذ الكبير يعني الاستاذ منير الوسيمي رئيس النقابه، وان هو يعني النهارده بيقول انا مأذون جاي يبارك، ووجوده هو مشرف لينا كلنا، وانا بشكره على وجوده، واسمحوا لي اسمع له تحيه كبيره جدا يعني. بشكر الساده الحضور كلهم والصحفيين والاعلاميين وكل القنوات التلفزيونيه اللي معانا، وكل الصحف والمجلات وكل الاعلام، كل الحاضرين النهارده، والفنانين والمطربين يعني والمذيعين. بشكركم جميعا. شكرا. ميرسي يا تامر والف مبروك. ودلوقتي كلمه المنتج الاستاذ محسن جابر. الحقيقه الواحد يعني مش عارف يشكر السادة الحاضرين ازاي، الحقيقة انهم لبوا الدعوة، وانهم دايما دايما بيكونوا متواجدين معنا في الافراح. النهاردة الحقيقة يعني مناسبة جميلة جدا، خاصة بشركة عالم الفن والمزيكا، انها لأول مرة بتتعامل مع الفنان النجم تامر حسني. الحقيقة يعني أنا بقول لأنه الفنان تامر كان لدى أحد الزملاء المنتجين العمالقة الأستاذ نصر محروس، وده مش غريب إن احنا نكمل المشوار مع صوت تامر. وأنا بعتبر الحقيقة صوت تامر رمز للمرحلة الجاية، وعنده من الإمكانيات سواء الصوتية أو الفكرية ما يؤهله بأنه يحتل مكانة كبيرة جدا في عالم الغناء. ربنا يوفقنا
مرة تانية بنشكر السادة الضيوف. أستاذ منير الوسيمي طبعاً عايزين نسمع من حضرتك كلمة بمناسبة الاحتفال الكبير بتاعنا النهاردة. مساء الخير جميعاً. طبعاً فرصة جميلة، الحضور الجميل من فنانين وأدباء وصحفيين ورجال إعلام وزملاء وإخوة في الوسط. الحقيقة دلوقتي مسألة الإنتاج أصبحت مسألة صعبة جدا، تقلصت الشركات خلاص، وأصبحت الشركات المصرية يعني ما بتكملش أصابع اليد الواحدة، والمنتج اللي بيصمد بطل بطل حقيقة في ظل الظروف اللي موجودة حاليا، وسرقة الأغاني عن طريق النت، وعدم وجود الحقوق الملكية الفكرية بالشكل الكويس، وكل هذه الظروف. الحقيقة أنا سعيد جدا بأن لا زال هناك منتجين أبطال، أنا بعتبرهم فرسان، الحقيقة أبطال فعلا يعني ربنا يوفقهم وينجحهم، سواء إذا كان محسن أو نصر محروس أو غيره من المنتجين المصريين كويس. كذلك وجود منتج وفنان، يعني وجود فن بقى وأعمال فنية، احنا بنتمنى ان دايما شركات الانتاج، والأستاذ محسن جابر المنتج العظيم اللي ربنا يوفقه ان هو دايما كده يحط ايده في ايدين كل الفنانين، وكل يوم يطلع لنا فنانين جداد ونجوم، ونقدر يعني يبقى الحركة الفنية في مصر زي ما انت شايفين. شكرا لتامر طبعا الفنان الكبير ابني. ووصلنا دلوقتي للحظة المهمة جدا، توقيع العقد بين نجم الجيل فنان تامر حسني ومجموعة شركات مزيكا بقيادة المنتج الكبير محسن جابر. Zika.